مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة التي تمضي من خلالها الشروق نحو مساحة تنموية جديدة. ولعل قضايا الساعة وأجندة الساعة التي تشغل بال المنطقة العربية وبال المنطقة في الإقليم وعلى المستوى الدولي هي معاش الناس، ومعاش الناس هذا الذي تم الحوار فيه من خلال كوب 27 بشرم الشيخ المصرية، وتم إسناد مبادرة الأمن الغذائي العربي للسودان باعتباره واحدة من الدول المؤهلة جدا لتحقيق هذه المبادرة وتحقيق أهداف هذه المبادرة. ولايات السودان المختلفة أغلبها هي ولايات زراعية رعوية، وتسهم بقدر كبير جدا في تحقيق أهداف هذه المبادرة. ولاية شمال كردفان واحدة من أميز هذه الولايات الزراعية، ولعل القطاع المطري الغربي هو واحدة من القطاعات التي تسهم في ميزان المدفوعات في الدولة السودانية بشكل محترم وبشكل مقدر. لذلك أجندة الساعة في هذا اليوم نحن سعداء جدا أن نخصصها للجلوس لأهلنا في ولاية شمال كردفان تحديدا في وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، ونسعد جدا أن يكون ضيفا عزيزا علينا في هذه المساحة الدكتور حاتم جمعة المرضي وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية. أهلا ومرحبا بك في أجندة الساعة. أهلا ومرحبا بك، وحييك وحيي السادة المشاهدين وحيي كل السودانيين على امتداد وصول هذه القناة العملاقة، واتمنى انه يعني يكون هذا اللقاء لقاء يعني مفيد للجميع. نعم. ان شاء الله. نعم دكتور حاتم، يعني هل فعلا من خلال حديث الإخوة في المنطقة العربية نحن في السودان مؤهلين جدا لتحقيق أهداف مبادرة الأمن الغذائي العربي؟ عندما نتحدث عن السودان سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، وكل من يستمع إلى الحديث عن السودان يتبادر إلى ذهنه تلك يعني الإمكانيات الضخمة الطبيعية التي حب الله بها هذا البلد، هذه البقعة من الأرض الله سبحانه وتعالى حباها يعني إمكانيات مهولة طبيعية أهلتها، لأنها في كثير من المؤتمرات في كثير من اللقاءات الدولية ما يشار إلى السودان بأنه هو يعني يمكن أن يشكل حل لمشاكل الغذاء في العالم. ولعل هذا الترشيح أصبح أكثر إلحاحا الآن مع تقاطع العديد من المشاكل الدولية، الحروبات التي تجتاح يعني أجزاء من العالم وأثر التأثير كبير واضح، إضافة للأوبئة كوفيد-19 وليست ببعيدة، إضافة إلى التغيرات المناخية الكبيرة التي تحدث في العالم الآن. أصبح السودان بكل هذه الإمكانيات هو الآن الأقرب، وكل مرة بنشعر نفسنا قريبين من إننا يعني نحقق هذا العشم الكبير في إننا نحن نحل مشكلة الغذاء لجزء كبير يعني أقل لا المنطقة العربية. ولعل ما جرى في أوكرانيا، ما بين أوكرانيا وروسيا، هذا برضه يعني يدفع بكثير من الأعباء والمسؤوليات تجاه فكرة توفير الغذاء، خاصة فيما يلي هذه المبادرة في السودان. يعني الخرطوم قبيل يومين استضافت مؤتمر الحبوب الزيتية، وهذا مدخل جديد شاركت فيه عدد من الدول على مستوى الداخل العربي والداخل الإقليمي وكذلك على مستوى أوروبا وعلى مستوى آسيا. أنتم كنتم حضور في هذا المؤتمر وشاركتم فيه، حدثنا عن هذا المؤتمر قليلا. هذا المؤتمر هو مؤتمر
حقيقة ما رأيناه وما لمسناه في هذا المؤتمر هو حقيقة مؤتمر دولي عالمي، ويعكس ذلك المشاركات كما يعني تفضلت لعديد من الدول التي يعني قدمت عديد من الأوراق التي يعني رسمت خارطة تجارة الحبوب الزيتية على مستوى العالم. والمؤتمر نظم بواسطة غرفة الحبوب الزيتية، وحقيقة مؤتمر مشرف، يعني نحن بنحييه من هنا، المؤتمر مؤتمر مشرف، ولمسنا من خلاله المجهود الكبير البذل في إعداد الأوراق، سواء كان من الأوراق الأجنبية أو التي قدمت الدول الأجنبية، أو الأوراق التي قدمت بواسطة الإخوة في الغرفة على مستوى السودان. حقيقة هذا المؤتمر رسم خارطة لتجارة الحبوب الزيتية، وهذه الخارطة اتبنت على شكل عالمي. هذا الشكل العالمي أفرزته الحرب الأوكرانية الروسية في الأول، والتغيرات المناخية التي تجتاح العالم الآن. أظهر كل هذه الأسباب، أظهرت أن هنالك نقص من خلال هذه الأوراق، وضح أن هنالك نقص في إمدادات الحبوب الزيتية في العالم، وفي إمداد زيوت الطعام في العالم. ده عكسته لنا الأوراق الأجنبية. الأوراق السودانية، ونحن جزء من هذا الوطن ونعمل في هذا القطاع، هي عضدت ما وصلنا إليه من إحصائيات في بدايات هذا الموسم وحتى الآن، في أن هذا الموسم موسم جيد، وأن التوقعات لإنتاجيات عالية جدا، يعني قد لا تكون مسبوقة في العشر سنوات الأخيرة في مجال الحبوب الزيتية على مستوى السودان. وبالتالي أصبح هنالك طلب عالمي يقابله زيادة بتاعت إنتاج عندنا هنا في السودان، وبالتالي أصبح السوق العالمي الآن هو ملعب يعني خصب ممكن نلعب فيه، ونحن مهيئ جدا لأننا ندخل في هذا الملعب بكل قوة وفي هذا المشهد. ونتوقع أنه إذا أخذت بعض التدابير من الدولة يمكن أن يصبح الصادر الزراعي وخاصة الحبوب الزيتية عند شأن كبير في هذا الموسم بالذات. طيب، أنا جعلت من مؤتمر الحبوب الزيتية مدخل للحديث عن القطاع المطري في القطاع الغربي في ولاية شمال كردفان. بداية خلينا ندي المشاهد العزيز فكرة عن الأراضي الزراعية الشاسعة الموجودة في ولاية شمال كردفان، والتركيبة المحصولية في ولاية شمال كردفان من خلال القطاع المطري الغربي. ولاية شمال كردفان هي ولاية جزء من ولايات كردفان الكبرى. ولايات كردفان الكبرى اللي هي شمال كردفان، جنوب كردفان، غرب كردفان، وهي ما كانت تشكل إقليم كردفان السابق. وهذا الإقليم هو إقليم وحدة بيئية واحدة. ولاية شمال كردفان هي تقع جغرافيا شمال الإقليم الكبير اللي هو إقليم كردفان الكبرى. وهذه الولاية يعني شأنها شأن كثير من ولايات السودان وولايات غرب السودان، تقع في ما يعرف بالقطاع المطري التقليدي. وهذا القطاع المطري التقليدي نحن ممكن عندنا فيه ما يقارب من 18 مليون فدان، هي أرض صالحة للزراعة. 18 مليون فدان في ولاية شمال كردفان صالحة للزراعة. في الغالب نستغل منها يعني في حدود 50%، يعني بنستغل حدود 9.5 مليون فدان، وأدناها لحد 7.5 مليون فدان.
ده في الغالب في ما يستغلوه وما يتم زراعته بواسطة المزارعين في الإقليم. ولاية شمال كردفان بتحدها ستة ولايات، اللي هي جنوب وغرب كردفان وولاية النيل الأبيض وولاية الخرطوم وولاية شمال دارفور. والولاية أيضا تتمتع إذا نظرنا للجانب الزراعي بشقه الحيواني والنباتي، الولاية أيضا يعني تتمتع بثروة حيوانية كبيرة حسب الإحصاءات الأخيرة يعني للعام 2020. الولاية ممكن يعني فيها 21 مليون راس، وال21 مليون راس في شمال كردفان دي هي كل الثروة الحيوانية الموجودة في الدولة، دولة موريتانيا. يعني نحن في 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 شمال كردفان الثروة الحيوانية عندنا نحن بيساوي كل الثروة الحيوانية الموجودة في موريتانيا. أيضا الولاية تقع في قلب حزام الصمغ العربي، وما أدراك ما حزام الصمغ العربي وما أدراك ما الصمغ العربي. وممكن أن احنا يعني نمتاز بصمغ في هذا الحزام بشكل من الصمغ العربي، أن احنا قاعدين نسميه محليا بنسميه الصمغ الكردفاني لجودته العالية. ده برضو صادر؟ ده طبعا صادر، الصمغ العربي من الصادر من 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 محاصيل الصادر القديمة في السودان. فبكل هذه الموارد، الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والإنتاج الغابي، مثل الشمال كردفان والموقع الفريد لشمال كردفان أعطاها هذه الميزة النسبية ما من بين العديد من الولايات في السودان اللي كلها بتسهم إسهام كبير في عملية الناتج القومي. لكن احنا نفتكر انه شمال كردفان عندها ميزة نسبية، لأنه إذا نظرنا إلى محاصيل الصادر من حيث النوعية وليس من حيث الكمية، يعني محاصيل اللي بتطلع مننا من السودان هنا ويتم تصديرها للخارج، بنلقى أنه نحن في شمال كردفان 80% من هذه المحاصيل بتزرع في شمال كردفان. يعني إذا تحدثنا عن سمسم، ونحن في شمال كردفان يعني هذه السنة زرعنا 2.6 مليون فدان سمسم. إذا نظرنا إلى الفول السوداني، سمسم هو نوعين أصلاً، السمسم أنواع، سمسم طبعاً تجارياً السمسم الأبيض والسمسم الأحمر. أيضاً زرعنا حوالي 600,000 فدان من الفول السوداني، وأيضاً الكركديه، يعني مساحات كبيرة من الكركديه تقدر بحوالي 400,000 ل500,000 فدان. وايضا حب البطيخ هذه السنه، رغم انه المساحه اقل من السنه اللي فاتت، لكن ايضا في مساحه كبيره من حب البطيخ حسب المسح الزراعي الاول. اضافه الى المحاصيل الاخرى مثل السنه مكه اللي برضه بيتم يعني تصديرها من كردفان، وظهر اسي عندنا المنتجات الغابيه غير الخشبيه زي التبلدي وغيره، بالاضافه الى أنا بسميه ملك الصادرات اللي هو الصمغ العربي. نعم، ولعل دي كلها محاصيل منتجة للصادر. حديثنا عن الزراعة وبدايات الموسم الزراعي ده بيرجعنا للإجراءات اللي اتبعتها الوزارة للتحضير نفسه للموسم الزراعي. نحن دارين نقيف على تحضيراتهم الأولية، كانت كيف مع المزارعين وبديتوا معهم كيف؟ صحيح نحن الآن ماشيين باتجاه الموسم الحصاد، لكن خلينا نقيف على تجربتكم في التحضيرات الأولية كانت كيف؟ الغطاء المطري التقليدي هو قطاع تقليدته هي واحدة من ميزاته النسبية. أنا بفتكر يمتاز بالحيازات الصغيرة، يعني المزارعين حيازاتهم صغيرة وفي مملوكة هذا مملوكة للمزارع، مملوكة للمزارع. صحيح. وهذا القطاع بنلقى انه المزارع اكثر التصاقا بالارض، يعني بتلقاه مرتبط ارتباط كبير بالارض بتاعته، لانه ارضه هو جزء من سكنه. فعشان كده هذا القطاع المزارع بيكون موجود فيه طول السنة، وبالتالي بيمثل هو وسيلة رئيسية لكسب العيش بتاعه. فعشان كده الغطاء المطري التقليدي
الدولة أو الوزارة أولته اهتمام كبير، وزي ما قلت لك برضو للمحاصيل البنتية وقيمتها العالية من ناحية بتاعت من نواحي كثيرة يعني طبية، ومن نواحي بتاع الصادر، ومن نواحي بتاعت أمن غذائي. نحن في الوزارة خطتنا بدأت في بدايات العام، يعني نحن بدينا تجهيز للموسم ده من بداية العام اللي هو في شهر فبراير اللي هو شهر 2، نحن بدينا عملية مكافحة الآفات القبلية. دي بداية التحضيرات الأولية. بداية التحضيرات الأولية اللي هي مكافحة الآفات القبلية، ودي دائما بيتم بدعم من إدارة وقاية النباتات الاتحادية، وتنسيق من الإدارة بتاعت وقاية النباتات الولائية. دور الشراكة والتنسيق والدور الفني. الدور الفني بيتم مكافحة الآفات اللي هي آفات بتأثر على المحاصيل، بيسموها الآفات القومية، بتأثر على المحاصيل، الأمن الغذائي الكبيرة اللي هي عندنا آفة العنتد. الحمد لله بدينا نحن في شهر 2 وتمت مكافحة هذه الآفة. تلت هذه الحملة حملة مكافحة آفة الفار. نحن برضو الفار واحد من الآفات الفقارية اللي عندها دور كبير جدا في المنطقة وتأثر كبير في عملية تأسيس المحصول، وبالتالي تمت حملة للفار. الكلام لكن لطبيعة معلش يا دكتور حاتم، لطبيعة المنطقة الجغرافية وكده، الفار ده دايما بيهدد هنا في النيل الأبيض أكثر من شمال كردفان يعني. أي نعم، طبعا النيل الأبيض مشهورة بالذات المناطق المتاخمة لجنوب كردفان، مناطق المقينس وجنوب كوستي. صحيح. صحيح. دي مناطق يعني فيها يعني نحن حمل فيها إصابات بنسميها انفجارات عددية، ممكن بتدرس في كل تاريخ. صحيح. مكافحة الآفات الانفجارات. صحيح. العددية اللي حصلت في مناطق جنوب النيل الأبيض. نحن برضو دخلنا في مكافحة آفة بق البطيخ. اللي هو ده واحد من الآفات اللي بتأثر على حب البطيخ، وحب البطيخ وصادر، وكان في دعم من الولاية، من الولاية لوقاية النباتات. دعم ولائي إضافة إلى الدعم الاتحادي. ده خلانا نخش الموسم ونحن أكثر، يعني ما بقول كنا في جاهزية كاملة حقيقة، لكن كنا يعني مطمئنين، لأنه نحن كحكومة وبإمكانيات المتوفرة لنا قدرنا نعمل حاجة. المواطنين ساعدونا كثير جدا جدا، لأنه زي ما قلت لك الزراعة في القطاع المطر التقليدي قرار الزراعة بيأخذ المزارع والمزارع. صحيح. وبالتالي هو بيكون برضو يعني حريص في أنه يساعد الحكومة في أنه يكون في استعداد جيد او استعداد يعني بيدخلوا الموسم بصوره تخليه يستمر ويعبر بموسمه للفتره اللي احنا الان فيها. طيب يا دكتور حاتم، اتخاذ قرار الزراعه اللي بيتخذه المزارع في ولايه انا بفتكر انها هي من ناحيه امنيه مستقره مقارنه بالولايات المجاوره لها، شنو من السياسات والتشريعات والقوانين اللي سنتها الوزارة أو اعتمدتها الوزارة أو دفعت بها الوزارة نحو المزارع عشان ما تشجعه على الدخول في عملية زراعية؟ حقيقة دي واحدة من الأشياء اللي التفتنا لها مبكر في للتجهيز للموسم لهذا الموسم. إذا نظرنا لهذا القطاع زي ما أسلفته، المزارع بيتخذ قراره لوحده في انه هو يزرع شنو. صحيح. لكن احنا مفروض نوجه المزارع ده في انه ونوفر له المعلومات اللي بتساعده في انه يتخذ القرار بتاعه. صحيح. لانه احنا بنتكلم عن نوعين من الـ من الـ من الـ من الـ الانتاج النباتي، اللي هو انتاج محاصيل نقديه. ايوه. ودي فيها الجانب الاقتصادي للمزارع، وفي انتاج محاصيل غذائيه اللي هي زي الاستهلاك بتاعه. فلا بد انه نحن استغلاله لهذه الارض بتاعته بالنسب اللي بتوفر له او تعمل له توازن لهذين النوع من
من من من من الإنتاج. هذه السنة حسب كل النداءات العالمية وبالذات من منظمة الأغذية والزراعة العالمية كانت تتحدث عن احتمال وقوع فجوات غذائية، وفي بعض رفعت حتى يعني المستوى إلى حدوث مجاعات. السودان في المرحلة الأولى لما كان يتحدث عن حدوث فجوات غذائية، السودان كان خاشي من الدول اللي هي 52 دولة، السودان كان خاشي من الدول دي، واحدة من الدول المرشحة لأن يحدث فيها فجوات غذائية. أيضا عندما تحدث عن المجاعة، السودان كان آخر دولة في الدول اللي طلعت من الحتة دي، يعني إحنا ما دخلنا في المجاعات اللي هي كانت فيها الصومال وكان فيها أريتريا والمناطق غرب شرق أفريقيا، حصل فيها مجاعات بتاع الجفاف. إحنا هذا النداء طوال تلقفناه ومنتظرنا يعني المنظمة التزاعز العالمية، منتظرنا التدخل بتاعه، طوال ده عكسناه في اجتماعات الحكومة في إنه هذه نداءات وجاية من منظمات الأمم المتحدة وعلينا أن نتدخل. ده طوالي شجع كثير يعني أخواننا في الحكومة، السيد الوالي رفعنا له خطة بتوفير تقاوي لصغار المزارعين، والحمد لله يعني تم توفير هذه التقاوي. هي ما بالحج توفرت عبر الوزارة ولا عبر شركات؟ عبر الولاية استجلبت الحكومة الولاية. نحن اشترينا من الشركات، نحن طبعا برضو عندنا شركات شغالة معنا هناك تقاوي لصغار المزارعين بأسعار يعني ممكن تكون في متناول يده، وبرضو نظرنا للميزات النسبية لأنه خطينا شروط لشراء هذه التقاوي، يعني توضع الشروط فنية بمشاركة أخواننا في البحوث الزراعية. أيوة. وهذه التقاوي تم توزيعها حسب الميزة النسبية للمحليات، يعني حصلت تسهيلات مزدوجة إذا كان للشركات ولا إذا كان للمزارع ذات نفسه. نعم. ونحن يعني بحمد الله ممكن نكون أول ولاية في القطاع المطري التقليدي وزعنا التقاوي، يعني احنا بدينا توزيع التقاوي في محاور مختلفة اللي هي محور المنظمات ومحور التقاوي الولائية وعندنا محور التقاوي الاتحادية. في محور المنظمات احنا بدينا توزيع التقاوي يوم 18/5، وممكن تكون دي سابقة يعني العديد من الـ من الـ من الفنيين تحدثوا عن انه دي سابقة ما حصلت قبل كده انه التقاوي اتوزعت في هذا التوقيت. هذا التوقيت ده باعتبار انه حسب ما نعرف انه دي مع التحضيرات الأولية بتاعت العمليات الزراعية الأولية بتاعت الفلاحة الأولية. ايوه. فالحمد لله قدرنا نمشي في التقاوي بمحاور المختلفة. نعم. محور المنظمات وده يتوزع فيه جانب كبير جدا جدا، محور التقاوي الولائية وده كان بدعم مباشر من الولاية، وبرضه مشى في مواعيد هي في شهر يونيو، يعني احنا مشينا من 18/5 لحد شهر يونيو. يوم 15/7 ان احنا حسب توصية البحوث الزراعية توقفنا من توزيع التقاوي، لانه بعد ذاك التقاوي تصبح يعني استخدامها بعد الزمن ذاك قد لا تكون النتائج مضمونة، وهي رغم انها هي تقاوي محسنة. يعني من نعم الله علينا انه الخريف استمر. ايوه. انا كنت حاسال عن نسب الامطار اللي نزلت. أيوة. جاتنا الامطار المستمره، حصلت فيضانات في مناطق خور ابو حبل. ايوه. وهذه الفيضانات كانت بالنسبه لنا هي فيضانات خير، يعني ليس كالعديد من الولايات في السودان. وده خلانا وشجعنا في انه التقاوي الاتحادية جاتنا متأخرة شوية في نهاية شهر 7، طوالي وزعنا جزء كبير منها لأخواننا في هذه المناطق، ودي ساعدت في زيادة الرقعة بتاعة المحاصيل الغذائية. وأنا حديثي كله اللي بتكلم فيه الآن نحن نتكلم عن محاصيل غذائية، ده حسب نداءات المنظمات الأممية. أيوة. طيب نحن يعني نمشي سريعا، محاورنا كثيرة دكتور حاتم.
أنا داير أسأل عن دور البحوث الزراعية ومدارس المزارعين، يعني شنو اللي حصل يعني ما بين التقانات الحديثة والتقانات التقليدية المستخدمة أصلا في الزراعة التقليدية في ولاية شمال كردفان؟ نحن في شمال كردفان ممكن ولاية يعني بنعتبر نفسنا محظوظين في أنه عندنا محطة بتاعت بحوث زراعية قوية ومحطة قديمة وفيها عمل بحثي كبير يمكن بغطي كل غرب السودان. نعم. وأنتجت العديد من التقانات الزراعية الآن هي بيتم استخدامها على مستوى الإقليم ده كله. نحن مخرجات البحث العلمي بتجي علينا نحن في الوزارة، ومفروض الوزارة بعد تقوم تنشر هذه المخرجات. نعم. واحدة من الطرق الفعالة جدا في توصيل نتائج البحوث الزراعية للمزارعين والمزارعات هي المدارس المزارعين. نعم. مدارس المزارعين واحدة من الطرق الإرشادية اللي فيها تفاعل ما بين المرشد الزراعي وما بين المزارع، وبسيطة هي جدا، بتتم في الحقول والمزارع بيكون بينه وبين المرشد الزراعي بيكون في حديث مباشر، وبيكون في حل آني للمشاكل بتاعت المزارع. رغم انها هي مكلفة لكن هي فعالة جدا جدا، ويعني اظهرت فاعلية كبيرة جدا جدا في زيادة الانتاج وتوصيل نتائج البحوث الزراعية للمزارعين والمزارعات. أنا أفتكر أنه في مجهود كبير جدا يعني تم بذله في الموسم الزراعي بتكامل وبشراكة وبتنسيق ما بينكم وما بين المؤسسات العاملة داخل الولاية، سواء كانت البحوث الزراعية أو الإرشاد الزراعي أو غيره، وحتى مع الوزارة الاتحادية في التنسيق والشراكة الفنية. لكن كده خلينا دكتور حاتم نتكلم عن حجم الاستثمارات الزراعية في ولاية شمال كردفان والتنسيق ما بينكم وما بين الوزارة وما بين المفوضية على مستوى المركز والولاية. حقيقة ولاية شمال كردفان من الولايات اللي خطط خطوات ممكن يعني ملموسة في مجال الاستثمار. وإذا نظرنا للولاية من حيث النشاط، نحن نفتكر أن ولاية شمال كردفان هي ولاية للاستثمار الزراعي بأنواعه المختلفة بامتياز. نعم. وممكن أن احنا يعني حالنا كحال كل الولايات، عندنا مفوضية بتاعت الاستثمار عندها يعني ربط كبير مع المركز. بدينا في استثمارات ولكن لا بد أنه يعني هذه الاستثمارات، وأنا من هنا يعني أتمنى أنه احنا في الغريب العاجل نقدر نعمل الحاجة دي، اللي هي الحتة بتاعت لا بد من وجود خارطة استخدامات أراضي للولاية التي يبنى عليها الخارطة الاستثمارية، اللي بيساعد بعد ذاك بتورينا انه احنا حنزرع وين. نعم. حتورينا انه احنا يعني نرعى وين. نعم. حنستخدم غاباتنا وين، وبالتالي ده بيسهل لنا العملية بتاعت انه نوري المستثمرنا سواء كان مستثمر محلي او مستثمر اجنبي انه هذا كتابنا، ده كتابنا، وانت بعد ذاك ممكن تختار حسب يعني الحاجه اللي انت دايرها وحسب الدراسات الجدوى انت داير شنو. ف ده بالاضافه الى انه لابد ان يكون يتم عمل يعني كبير في عمليه تغنين الاراضي. نعم. ودي واحده من الاشياء المهمه جدا والابواب التي يجب ان تفتح، يعني حتى يدخل هذا الاستثمار لكل السودان وليس شمال كردفان، اللي هي عمليه تغنين الأراضي، اللي ده أساس الاستثمار. نعم. أيوه. وهذا جزء من كتاب أجندتنا في هذه الساعة دكتور حاتم. إحنا محاورنا كانت كثيرة جدا والحديث معك شيق، والحديث عن شمال كردفان والاستثمار الزراعي والنشاط الزراعي في شمال كردفان حديث طيب وذو شجون، لكن انتهت هذه الساعة وانتهت هذه الأجندة المطروحة أمامي في هذه الطاولة. أنا بشكرك كثير الشكر
وإلى جديد الملتقى معك في أجندة قادمة وفي ساعة قادمة. أنا بشكرك جزيل الشكر. أنا شاكر لكم وأقدر لكم وأتمنى أن نلتقي إن شاء الله قريبا إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لحسن المتابعة والإصغاء، إلى جديد الملتقى في ساعة أخرى وفي أجندة أخرى. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.